السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك وزد وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. نبدأ بقصتنا النهاردة، اسمها ايه؟ قصة التصدق أو العطاء. اسمها ايه؟ قصة التصدق أو العطاء. نقرأ مع بعض يا أولاد القصة. بعد صلاة العيد قرر عمر وزياد أن يلعبا معا بسيارتي عمر الجديدتين، وبينما هما يلعبان لاحظ والد عمر أن طفلا محتاجا بيقف من بعيد يشاهدهما، وكأنه يتمنى لو أن عنده سيارة جديدة مثلهما فيلعب معهما. كان في ولدين، واحد اسمه عمر والتاني اسمه زياد، كانوا بيلعبوا بعربيات جديدة كانت عربيات عمر. كان في ولد فقير الحال مش معاه محتاج، والد عمر هو جاي علشان يقرب من عمر وزياد، شاف الطفل ده وهو بيشوف الولدين وهما بيلعبوا، وكان بيتمنى من جواه لو هو معاه سيارة جديدة زيهم. نادى والد عمر زياد وعمر وأخبرهما بما لاحظ وسألهما، يعني أول ما شاف الطفل ده نادى على زياد وعمر وقال لهم يا ترى هل تستطيعان مساعدته لتدخل السرور عليه؟ انتوا هتقدروا تساعدوه علشان تخلوه فرحان. فاقترح كل منهما ان يتصدق بلعبة من لعبه. وهنا يا اولاد لازم نفتكر ونتذكر مع بعض ما تعلمناه في درس الزكاة، وايه الفرق بين الزكاة والصدقة. الزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام، وهي فريضة على كل مسلم عاقل وبالغ، وهي عبارة عن إخراج قدر من المال أو جزء من المال للفقير. كل سنة بيطلع المسلم الكبير العاقل البالغ قدر من الفلوس بتاعته وبيديها لإنسان فقير علشان يشتري الحاجات اللي هو نفسه فيها. لازم نفتكر كمان إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. يلا نفتكر مع بعض أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لقينا الزكاة في الركن الكام؟ لقينا الزكاة يا مس في الركن الثالث. أما الصدقة فهي ليست فريضة، يعني ربنا ما فرضهاش، بس هي بقى ايه؟ لا يشترط فيها ان يكون المسلم غني ليؤديها، ويمكن ان نتصدق ولو بالقليل. مش لازم نبقى اغنياء قوي قوي علشان نتصدق، احنا ممكن نتصدق بحاجة بسيطة جدا. احنا يا اولاد انتوا صغيرين، ممكن لو انت معاك جنيه اتنين ممكن تتصدق بيها الانسان فقير. وهنا يخطر على بالنا السؤال، هو ايه؟ اي الاشياء يمكننا التصدق بها يا مس؟ وفي اي وقت؟ هي ايه الحاجات اللي ممكن نتصدق بيها وامتى بالظبط؟ اول حاجة للتصدق صور كثيرة، هي التصدق بلعبة، ممكن لعبة من لعبك القديمة تتصدق بيها تكون كويسة كده بحالة جيدة تتصدق بيها، ممكن اللبس اللي بيبقى صغير عليك برضو ينفع ان احنا نتصدق بيه، ممكن الطعام الزايد عن حاجتنا، ممكن عملنا الطعام وطلع كتير بدل ما نرميه في الباسكت لا احنا نحطه في فعلب ونلفه بورق سلوفان ونديلها طفل فقير، ايه راجل كبير فقير، ست كبيرة فقيرة، حد بيكون جعان في الطريق، او القليل من المال، ممكن معاك 5 جنيه ممكن تطلع جنيه منه، ده قليل من المال، او اي شيء نقدر عليه، اي حاجة تقدر عليها لازم تتصدق بيها، نرى ان غيرنا يحتاج اليها. ويكون التصدق في اي وقت، ملهوش معاد معين، انما الزكاة قلنا ان هي بتطلع مرة في السنة وبتطلع في اخر 10 ايام في شهر رمضان، تبقى مرة في السنة في اخر 10 ايام في شهر رمضان. اما الصدقة او التصدق بيطلع في اي وقت، ممكن تتصدق النهاردة، ممكن بكرة، ممكن بعد اسبوع، ممكن بعد شهر، في اي وقت انت بتحب. نكمل مع بعض القصة بتاعتنا. ذهب زياد وعمر لإحضار لعبة، واختار كل منهما لعبة بحالة جيدة، يعني لعبة من ألعابه القديمة بس هي كويسة، وغلفوها بورق الهدايا حتى تبدو بأحسن شكل. ك...
كما وصاهما والد عمر. يعني مش نجيب اللعبة كده تكون مكسورة ونروح نديها للطفل، هيزعل عشان هي مكسورة. لما لا، لازم تكون لعبة بحالة جيدة ونحطها في صندوق، صندوق هدايا زي اللي احنا شايفينه مع الولدين دول، ونتصدق بيها. بعد كده اهدى عمر وزياد الهدايا للطفل ففرح بها وشكرهما، ففرح لسعادته وقرر أن يقوم بإخراج لعبة من لعبهما كل فترة حتى تعم السعادة على من حولهما من المحتاجين. يعني كل واحد جاب اللعبة ولفها في الهدايا زي ما احنا شفنا، وبعد كده عمر وزياد راحوا للطفل ده وادوه الهدايا بتاعتهم علشان يبقى مبسوط، وفكروا ان احنا لازم كل فترة نتصدق بحاجة من عندنا، بلعبة من لعب. ما رأيكم يا أبنائي في تصرف زياد وعمر؟ انتوا ايه رأيكم في التصرف ده؟ تصرف جميل وصحيح ولا تصرف خطأ؟ لا طبعا يا مس، تصرف صحيح. نتعلم منه معنى التصدق. يعني اللي عمله زياد وعمر ان هم اختاروا لعبة كويسة من لعبهم ولفوها في ورق الهدايا، ده تصرف جميل بتدل على ان هم اطفال جميلة، روحها حلوة، ربنا بيحبها، علشان كده تصدقوا. وهو ان نتصدق، طب ايه هو معنى التصدق؟ هو ان نتصدق باي شيء او شيء يسعد غيرنا من المحتاجين والفقراء كما فعل عمر وزياد عندما نصحهما والد عمر بأن يتصدقوا للولد الفقير بلعبة من لعبهم، وبالفعل فعلوا ذلك. يعني هما كانوا ولاد كويسين جدا وسمعوا نصيحة والد عمر وراحوا اختاروا اللعبة ولفوها في ورق هدايا وادوها للطفل، والطفل حس بسعادة كبيرة وفرح كتير خالص باللعبة دي. وأذكر لهم أثر الصدقة الطيبة الذي سوف يعود على المجتمع. لما احنا نبقى كده كويسين ونتصدق، المجتمع ده هيكون ايه يا ولاد؟ الأثر الطيب اللي هيعود عليهم أن المتصدق اللي بيدي الصدقة سينال رضا الله، ربنا هيحبه لأن ربنا بيحب المتصدق. طب الصدقة بتساعد الفقراء على التغلب على مصاعب الحياة. يعني إيه يا ولاد؟ لما احنا ناخد جزء من المال ونديه لشخص فقير وراح هو اشترى الحاجة اللي هو نفسه فيها، ده ايه؟ هو كده اتغلب على مصاعب الحياة، اتغلب على مشكلة. كان عايز مثلا يجيب لبس وهو معهوش فلوس، انما الفلوس اللي انت اديتها له راح اشترى اللبس اللي هو عايزه. دي حاجة من اسمها من مصاعب الحياة. الصدقة والعطاء بينشران الحب والمودة بين الناس. يعني المجتمع اللي بيبقى فيه صدقة او الغني بيدي الفقير بيبقى فيه مجتمع فيه بينه مودة ورحمة بين الناس، وبيحسوا بألفة، والغني بيحب الفقير والفقير بيدعي للغني، وده مجتمع ربنا بيحب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن احنا كل فترة يا ولاد نتصدق بلعبة، بلبس، بطعام، بأي حاجة بنرى الآخرين محتاجينها. أترككم في رعاية الله وأمنه في الحصة القادمة إن شاء الله.